مشاهدينا بنرحب بكم في لايف جديد ولسه مستمرين مع حضراتكم في تغطياتنا لحريق استوديو الاهرام. معانا الحاجه ام ياسر زكي. حاجه ايه الخسائر اللي عند حضرتك؟ خسائر شقه بنتي ولعت كلها باللي فيها. شقه بنتك بالكامل؟ شقه بنتي بالكامل. يا بنتك بتقولي لسه عروسه؟ لسه عروسه، بقى لها سنه متجوزه. بقى لها سنه متجوزه وكل جهازها جديد. كل جهازها جديد. كل جهازها جديد، بص جايبه من بره. بص جايبه من بره، كل جهازها جديد، كل ما فرحتش بيه بنتي. هي فين شقتها يا حاج؟ الدور الثالث. دي شقتها اللي حضراتكم شايفينها دي، اللي هي متفحمه اصلا من جوه، متفحمه بالكامل بالجهاز اللي فيه. طبعا بنتها لسه عروسه بقالها سنه، يعني كانت موجوده داخل الشقه يا حاجه وقت الحريق؟ لا كانت تحت عندي. كانت تحت. انت ساكنه في نفس العماره؟ ايوه. وايه اللي حصل بقى؟ طلعنا لقينا الاستوديو مولع، شمينا ريحه، طلعنا لقينا النار هنا، افتكر النار في البيت، بصينا على البوتاجاز لقينا البوتاجاز مصر ما بنعملش حاجه خلاص، فطرنا وشربنا شايينا ما فيش اي حاجه. طلعت لقيت النار مولعه في الاستوديو هنا، علم كده الدور الثاني كده. اللي هو الاستوديو طبعا وراكم على طول، ورا السور ده على طول الاستوديو التصوير. ورانا على طول. جريت خبطت على جاري ده. نايم. يا حسن يا حسن الحقني يا حسن. طلعت للمدام بتاعته، ايه حاجه في ايه؟ قلت لها الاستوديو مولع والبيت كلها هتولع، لان النار كانت شديده قوي. شديده 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 جامده. شديده جامده. توصفيها وتقولي زي نار جهنم كده. والله العظيم يا بنتي زي نار جهنم. والله العظيم زي نار جهنم. زي نار جهنم. تطلع تصديات كده تترمى كده على الدنيا. يا ساتر. العربيات اللي واقفه هنا ما بقناش لاحقين نطلع العربيات، بقى يكسر الازاز بتاع العربيات عشان يطلعوا العربيات. اسحبها مش ما معوش. العربيات كانت موجوده هنا في الشارع هنا وطلعوها الاهالي عشان طلعوها الاهالي الشباب. العربيات رخله كانت تتفحم طبعا، يعني ده اثار الازاز اللي اتكسر من ال بتاع فوق ده بتاع الشبابيك. ده بتاع الشبابيك. ده بتاع الشبابيك. شبابيك الموتور اتكسرت فوق من الحريق بقى بتضرب. مسكت في الستاير ومسكت في اوضه النوم والتكييفات والمروحات. والانابيب اتفجرت لا ما عندناش انابيب. عندنا عدادات الغاز بيقولوا. عدادات الغاز اتفجرت كلها. ايوه من النار يا بنتي، من النار. شقه عريس يا بنتي، ثلاجه 24 قدم، غساله كبيره فوق الاوتوماتيك، اربع ست مراوح، تكييف، فرش جاي من بره، حاجات غاليه، تكييفات بتاع ده، ادوات كهربائيه جايه من بره. بنتك فين دلوقتي يا حاج؟ عند ناس ضربوا لنا هنا وبلدياتنا، وديناهم في الطلبيه. وديتوها هناك يعني؟ ما جيت منهار. طبعا منوره على شقتها، يعني اللي ذهبها فلوس جوزها فوق ودهبها وكله خسرته في الحريق. والله العظيم لسه خسرته في الحريق. لسه جاي بعت امبارح كان معايا تليفون ايفون، قالت يا ماما ده جايب ثمن وانا معايا تليفون ثاني، راحت بعته ب 15000 فلوس جوزها لسه صاحباه. لا اسحبها عشان اجي احتمال اجي على عيد. ده يعني سحبت الفلوس عشان يعني الفلوس عشان لما يجي يبقى في فلوس. سحب الفلوس كله راح. كله راح في الروح. ذهب بنتي اللي كانت واقفه هنا روح. ذهب روح. ذهبك انت كمان. والله العظيم لان انا ما بلبسش غير فرح نزل البلد. قلعت امبارح طلعي يا بنتي فوق. ذهب بنتي الصغيره اللي اكبر منها برضه متجوزه برضه شايله ذهب عندها عند اختها في الخزنه فوق. كله ولع. كله ولع. والله العظيم يا بنتي كله ولع. هل الناس ايه اللي كانوا كلهم موجودين في العماير كله طلع يجري؟ كله طلع يجري. كله طلع يجري كأن يا بنتي يوم الحشر. كله طلع يجري. الشباب طلعت لنا العيال اطفال صغيره. معانا اولاد بنتي. في وفيات في؟ لا الحمد لله. جوز بنتي رجله مش رجله اتكسر والنار اللي لسعته في دراعه. النار اللي لسعته عملته في ايده هنا ورجله اتكسرت، المشط بتاع رجله اتكسر. بين بصفحة بتاع بنتي فوق. قلت لنا مش أول مرة يحصل حريق في استوديو التصوير ده. حصل قبل كده ورحنا لهم لفيت لهم أنا. ليه النار دي حرام عليكم؟ إحنا في بيوت آمنين في بيوتنا. ودي بيوت غاز. منطقة سكنية. منطقة سكنية. ده منطقة تصوير. أنتوا رميتوا معاكم سجارة، قلت رميتنا منين؟ تعالى. عرفتوا إيه سبب الحريق؟ ده؟ ده قالوا في بيصوروا مشهد كان في حريق. بيصوروا مشهد حريقه. وقلب بجد. والموضوع قلب بجد. المشهد اللي كانوا بيمثلوا فيه قلب بجد. قلب بجد. وكان في انابيب اوضه عاملينها بالصاج هنا.
ضربة الانابيب هي اللي خربت الدنيا. انابيب غاز تقصدي؟ انابيب اكسجين. انابيب اكسجين انابيب اكسجين هنا وانابيب غاز هنا. كانت هنا لما بصينا من فوق وطلعنا وبصينا من فوق بواقي الانابيب اللي ضربت هنا لانها انفجرت انفجار جامد. طبعا كل حتى التكييفات انفجرت. الاجهزه الكهربائيه بتاعت الناس اللي في الشقه كلها انفجرت. كل ده عمل حريق شديد. قولي انتوا قلت لنا برده الناس كانت الحراميه بيدخلوا يسرقوا حاجات من الشقه وانتوا بتطفوا اصلا. دخلوا احنا لما جرينا جهدني ما اتصلت بيه حقني يا محمود البيت بيولع فيه جاي يجري لقى الحراميه خد التاب بتاع ابن بنتي من على الكنبه. اللي لقى حاجه كان بياخدها وفلوسها كانت على الكنبه برده خدوها وتليفوناتها كانت على الكنبه لما جرينا بيتعنق لما جرينا والله العظيم يا بنتي انا مشيت لك دي بجلابيه البيت اللي انت ده خدته من جوه دلوقتي مش حافيه كده اقسم بالله حتى اللي داخليه نفسها اقسم بالله لا حول الله مصدقك يا حاج والله دخلت اتوضى واصلي رحت الجو دخلت اتوضى واصلي ولسه قاعده على العربيه انا كرم ربنا انا الحمد لله يا حاجه ان انت صحتك بخير واولادك بخير وكل الخسائر ديت ان شاء الله ربنا يعني في تعويض ان شاء الله ربنا يعوضكم يا رب خير. قولي حضرتك بتطلبي بايه؟ اطلب بايه؟ اطلب العدل بتاع ربنا اطلب منهم ينظرونا بنظره الرأفه اللي احنا فيها ان احنا يعني احنا في رمضان رمضان وخزيننا اللي جايبينه ناكل ميه ونشرب في الثلاجات حتى الخزين بتاع رمضان اقسم بالله العلي العظيم السكر والرز اتحرق فوق مع الشقه اقسم بالله مصدقك لاني اصلا شقه ما فاضتش فيها حاجه يعني الرز بنتي بتقول لي يما حتى الرز اللي احنا جايبينه انتوا ما تسحرتوش يا حاجه حتى حتى ابو ميه على اللقمه اللي كان في الفطار والله العظيم صايمين عليها صايمين عليها مين اللي نفسي ياكل يا بنتي؟ طبعا مين اللي نفسي ياكل ولا واحنا حاسين بالضياع حاسين بالخراب هنروح فين؟ هنروح فين يا بنتي؟ ربنا يعوض عليكم يا رب ربنا يعوض عليكم وبنتي مش عارفه بنتي لما تيجي ايه اللي هيحصل لها؟ طبعا ما تشوفش شقتها انت طلعت شحاته حتى هدومها وهدوم جوزها والدنيا فوق انت كنت تشوفي شقه بنتي ولا شقه رئيس وزاره كانت شقه جميله وما فيهاش فرش غالي ما فيهاش فرش غالي انت يعني اثنين انتريه بتاع الممثلين ده الركنه عاملين بتاع ده فاصل بين اوضه الصغرى واوضه الانتريه اوضه النوم فرش غير بتاع بنت ربنا يعوضها ربنا يعوضها ونبصها جايبه الحريق قعد قد ايه يا حاج؟ كام ساعه؟ الساعه 1 من الساعه 1 لحد الساعه كام؟ من الساعه 1 لغايه الساعه 7 الصبح لحد 7 الصبح ايوه لغايه 7 الصبح سبع ساعات الحريق شغال جابوا كام عربية 70 عربية مطاف مطافي 70 عربية مطاف 70 عربية مطاف والعربيات اللي بتبقى مليانة مية الفضات دي اللي مليانة مية المية بتخلص ويجي غيرها مش قادرين يسيطروا بسبب شدة حجم الحريق احنا لسه ما ادلهمش تحتين يعني مشوا من عندنا الساعة 10 بيطفوا في الشقق فوق احنا كنا موجودين فعلا من الساعة 9 ونص وكنت شايفة فعلا لسه المطافي لسه بيطفي الساعه 10 ماشيين من بيتنا من هنا المطافي اللي بتوع المطافي مقفلين العربيات بتاعتنا ومودين الخراطيم الساعه 10 ماشيين من بيتنا من الشجر من فوق الحمد لله ربنا يعوض عليكم يا حاجه المهم ان صحتك بخير انت واولادك ان شاء الله ربنا هيعوضكم خير مشاهدينا زي ما انتم شايفين طبعا اثار الحريق الهائل الحاجه وصفته كانه نار جهنم بتقول كانه يوم الحشر السور ده وراه الاستوديو استوديو الاهرام اللي كان بيتم فيه تصوير مشاهد من مسلسل المعلم للفنان بطوله الفنان مصطفى شعبان كان بيتم فيه تصوير مشهد من المسلسل المشهد يعني بعض شهود العيان قالوا ان المشهد كان فيه يعني مشهد حريق الحريق قلب بجد قلب بجد كل الاستوديو اتفحم بالكامل الحريق طال العمارات السكنيه اللي جنب طبعا بص ما فيش حاجه يعني فرقه ما بين الاستوديو وما بين العمارات النار طالت العمارات كلها اهي الشبابيك الشقق كلها متفحمه طبعا من جوه زي ما انتم شايفين اهو وطبعا يعني برضو شفتوا معانا
الشقق التانية من جوه اتفحمت كذا يعني اكتر من 6 عماير. العمارة فيها كم شقة كله اتفحم كله اتفحم. طبعا دول طبعا دي بنتها العروسة اللي شقتها اتفحمت. دي العروسة اللي شقتها اتفحمت انهيار يعني شايفين بتبكي على شقتها اللي فقدتها في الحريق. ربنا يعوضك ربنا يعوضك يا رب. ربنا يعوض عليهم ربنا يعوض عليهم طبعا. الحمد لله محمد الحمد لله يا ام ده دفرة عيل من عيالك وكتاب النبي طبعا بالبيت وب20 واحد زاد طبعا. قولي الحمد لله الحمد لله محمد الحمد لله محمد ده الدنيا كانت بتولع بالليل لما كنا هموم. الحمد لله الحمد لله يا حاج ان انتوا بخير. الحمد لله اهم حاجه ان مفيش حد في الشارع جرى حاجه ولا عيالك ولا اي حاجه. الحمد لله يعني مفيش وفيات كلها اصابات ويعني ربنا يعوضكم خير. احنا عارفين الحمد لله يفرح بقى مصطفى شعبان اللي طالع بيقول لك بيكذب الخبر يقول لك احنا ما كناش بنصور ولا في اي تلفيات والدمار كله جاي من هنا. حسبي الله ونعم الوكيل في الشهر رمضان المفطره. حسبي الله ونعم الوكيل على الدمار اللي احنا شايفينه من امبارح بالليل. دمار شاب يعني